هروح لفقرتنا رح نحكي فيها. يمكن كتير بهذا الوقت شفنا شباب وصبايا عم يعملوا مبادرات كل شيء بيقدروا عليه خصوصا خلال هذا الوقت، وطبعا يستثمروا كل شيء بيقدروا يقدموه للأطفال، إن كان صفحاتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان تواجدهم بالشارع، مشاركتهم لهم بكتير من النشاطات والفعاليات. وضيفتنا لليوم صبية قدرت رغم كل شيء إنه هي تعمل إلى اسم وتكون مشاركة ومبادرة، وبالأخص مع الأطفال من متلازمة الحب، متلازمة داون. رح نتعرف أكيد عليها وعلى تجربتها وبيصيرنا تكون معنا، وهي إجت من حمص لحتى تشاركنا صباحنا. بدنا نقول الحمد لله على السلامة. ديانا أدريس، أهلا وسهلا فيك وسعد صباحك. أهلين وسهلين، صباح الخير. أنا أجيت من حمص لعندكم اليوم كرمال أشوف هالوجوه الحلوة. أول شيء أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. هلأ بداية أنا كتير بحب متلازمة داون، هيك في علاقة وطيدة بيني وبينه ما بعرف شو هي، يعني هيك بندفع لهم كتير، فدائما بحب أني أعمل مشاريع فعاليات لإلي وإلهم، كان للداون أو السرطان أو أطفال التوحد، لأنه مثل ما بنعرف نحن الداون توحد سرطان كله بيختلف، فلما بتعاملي مع أطفال الداون غير لما بتعاملي مع أطفال التوحد، هيك في هيك فاصل بيناتهم كتير هيك صعب شوي بصراحة، يعني تضحكي طفل الداون ما هو بيقدم لك الحب والحنية، أما أطفال التوحد وهيك معك أنا لأطفال التوحد أطفال التوحد وهيك ف كمان اشتغلتي يعني عليهم. أحلى شيء سلمى لما نحن بنتوجه لأطفال التوحد، أطفال داون يلي هنا يمكن مصدر الحب ومصدر كل شيء حلو بحياتنا، فقد ايه حلو يكون هي اللفتة الحلوة لإلهم. خلينا نحكي كيف بلشتي الفكرة ديانا، كيف قررتي التوجه لهي الفئة، وكيف تبلش التطور لحتى وصلتي اليوم لهون؟ هلا بصراحة ما كان مجرد هي فكرة، من أنا وصغيرة في كان هيك عندنا بالحارة لأطفال داون، فهيك حبيت أن يكون قريبة منهم بصراحة. مرة كانوا منزلين أنه شيء عن الفعاليات ما بعرف وين كانت بصراحة، فحبيت أني أعمل لهم بكل عيد بكل وقت، مثلا كان بشهر رمضان مثل هلا احنا جايين فنحن هنعمل نشاطات كتير حلوة سوا، مثلا بعيد الحب عملنا شيء كتير حلو أنا وياهم فعاليات، فما كان في فكرة مسبقة أنه أنا لازم أعمل شيء، لا أنه ما في شيء مخطط له بصراحة، أنه أنا اليوم جاء عبالي شوف الداون فأنا بروح وبشوفهم، جاء عبالي أقدم له فعالية فبروح لعندهم، مثلا الداون عندهم معرض أنه بيعملوا أشياء يدوية عيدهم، فبيعملوا معرض بجامعات وطنية وهيك، فبروح بساعدهم بنبيع شغلات سوا وهيك. حتى في طفلة من الداون اسمها هالة الحسيني، هي شايف ما بعرف اذا بتعرفوها، فعامله بيج على انستغرام كثير مشتغله على حالها وعم تعمل شغلات بتجنن بصراحه، فنحن هيك بنساعدهم لحتى يبيعوا هي الاشياء وينشهروا لسه اكثر. صحيح، يعني ينعرضوا اكثر على الميديا انه حلو اليوم. انه هن ما مجرد اطفال داون، لانه هن كذكاء كثير ذكيين، عندهم حب كثير، حنيه مثل ما قلت، كثير شاطرين، يعني هي هالة مبدعه بصراحه، يعني بتعمل وصفات بتجنن. اكيد. طيب خلينا نتعرف اكثر اليوم، كيف بلشتي انت مشوارك وكيف اخترتي انه انا بدي ادخل بهذا المجال؟ ليش اخترتي؟ مين دعمك؟ مين ساعدك؟ تمام. هلا شلون بلشت؟ دائما بنسال على السوشيال ميديا انه شلون بلشت واحنا بنحب نصير هيك وكذا، فانا ما كان في فكره ببالي، من انا وصغيره بحب الكاميرا، بحب اني اتصور كثير، بدي صور لإلي كثير وانا صغيره وهيك، فب 2021 اجى رفيقي قال لي انه شو رايك نعمل لك ميك اب وشعر؟ قلت له اوكي، فصارت هيك انه دائما يعملوا لي ميك اب وشعر، فكانت اعلاناتي ب 2021 22 23 مجانيه، فكنت دائما اعمل ميك اب وشعر ميك اب وشعر، بعدين لبلشت العالم انه ياخذوا صوري انه احنا بدنا مثل هي البنت ميك اب وشعر، فصاروا يتاثروا فيي انه بدنا نقلدها بدنا نعمل كذا، عندهم ثقه صار، فصاروا المحلات انه ليه ما نجيب البنت وبتعملنا مثلا دعايه لمركز تجميل، كان صالون كان مطعم، فصار هيك عندهم ثقه بذوقي انا بالاكل المراكز باي شيء كان مثلا محلات وهيك. يمكن هذا الشيء كان فرصه، لانه اليوم لما بنحكي عن احنا يمكن عن اطفال الحب اطفال داون، فهني يعني بيحبوا كل شيء حلو وكل شيء لطيف، خاصه اذا وجه حلو ووجه مرغوب ووجه معروف. فدي انت اثرتي فيهم وقربتي اكثر منهم، وهن بنفس الوقت بادلوكي هذا الحب. اي اكيد. هلا انا كثير اثرت فيهم لدرجه انه في منهم مع الرقم بيتواصلوا معي كل يوم انه ديانا وينك ليه ما شفناكي وكذا وهيك، فاكيد هن هلا اذا عم يحضروني فانا بوجه لهم اكبر تحيه، كثير بحبهم هن بيعرفوا هذا الشيء ونحن اساسا كلياتنا بنحبهم، يعني اكيد فكثير مأثرة فيهم لإلهم، كان اشخاص داون او لاشخاص المتابعين على الانستغرام. طيب شاركتي كمان بعروض مسرحيه وكان لك بعض هي المشاركات، خلينا نحكي عنها.
اي صح، انا ب 2018 اول دخولي على الجامعه وهيك فشافني الاستاذ حسين الناصر، كنت انا احكي بلهجه الضيعه مثل ضيعه ضيعه وهيك، فقال لي انه انت من وين؟ فقلت له انه انا من ريف حمص، فقال لي انه عندك مشكله تطلعي بظهور مسرحي هذا المسرح؟ قلت له لا، فاخذني على مسرحيه كائنات من ضوء، قدمت بدور العروس الضيعجيه، فهيك لهجتي كانت بسبب دخولي على المسرح الجامعي، فقدمت بحمص حلب الشام وطلعنا على تونس، شاركنا بمهرجان الدولي للمسرح واخذنا 3 جوائز وقتها فيها، فهيك كانت خطوه المسرح كمان كثير حلوه وساعدتني بصراحه كثير لحتى هيك يكون في شيء حلو عندي. هيك كان كيف بدي اقولها، يا الله كيف ما بدك قولي. يعني اعطتني ثقه زياده كثير. حلو هذا الشيء، بس اليوم نحن عم نحكي يمكن عن ايام صعبه وظروف وضغط، ونحن عم نحكي عن مشاريع يمكن تبلش صغيره وتكبر شوي. صح. شوي ديانا، شو محضره لشهر رمضان؟ مين عم بيوقف معك ويدعمك؟ لانه شخص واحد يمكن ما بيقدر يعمل شيء، اذا بدنا نقول عن مشروع لحتى يكبر هذا المشروع فبدنا يمكن تعاون اكثر لحتى نعطي شيء مهم. هلا مين عم يدعمني؟ اكيد اهلي، عندي اختي يعني هي الشخص الاول بحياتي، يعني اي شيء انا بنزله انستغرام فيسبوك اي فعاليه انا بحب اعملها فانا بحب استشيرها لاختي فيها، فهي الداعم الاول لي، مع انه هي اصغر مني بس بحسها اوعى مني بكل شيء بصراحه. فعاليات برمضان ان شاء الله حاعمل مع متلازمه داون شي ومع الاطفال الثانيين، حساعد بعيال متضررين كان بالزلزال او شيء، او حتى مثلا مثل امبارح منزله شيء عن ابوه لقيس، فنحن المفروض هيك انه في شيء لازم نساعده فيه، فهي الفعاليات بتتضمن كان الاطفال داون او اي اطفال ثانيين، اطفال الزلزال او العيال او اطفال الشهداء، فنحن ممكن نعمل لهم فعاليات ان كان بالافطار او نشاطات ثقافيه. اكيد، يعني اليوم نحن بعصر كثير صعب، اليوم وليله ممكن تكوني شخص كثير منيح بنظر جمهور السوشيال ميديا، بيوم ثاني اي غلطه بينطرك وممكن ما يسامحك ما يرحمك وينسى اي شيء انت عملتي، هي جزء من الصعوبات يمكن اللي ضمن كمان شغلك ومشروعك الخاص. خلينا نحكي شوي عن دربتي شيء على كيف اتعامل مع جمهور السوشيال ميديا، صار معك صعوبات مشاكل؟ لانه اكيد ما في حدا كلياتنا حتى الناس العاديين بيتعرضوا احيانا لمواقف على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه مزبوط صحيح، يعني انا يمكن كثير هيك اول شيء اجاني انتقادات، حتى في عندي فيديو فيه 16 مليون مشاهده فاجاني كثير انتقادات عليه وهيك، فانا ما برد الانتقادات بنقد انه اوكي ممكن سيء وهيك، بتضايق كثير بس ما بحب اني رد، بقول انه يمكن شي بنت معصبه علقت هي الكومنت فشت خلقه فيني شي شب شي كذا هيك، فانه ممكن احيانا كمان النقد يكون بطريقه ايجابيه لإلي انه ممكن لحسن للافضل، فانه هيك احيانا انه بتضايق احيانا لا، انه ممكن انه النقد دائما يا بيحسن يا ما بيحسن حسب كيف انت بتستقبلي وبتتعاملي معه يعني. هيك. طيب ديانا اليوم يعني بهذا المشوار اكيد كل واحد بيبدا بخطوه بده يعرف لوين رايح، شو هدفك البعيد ديانا؟ لشو خططت اليوم؟ هلا في كل يوم بحب انا مثلا ما بقول والله انه ممكن انا بعد شهر بدي اعمل شيء، لا خلص كل يوم بعيشه مثل اليوم الثاني، بس بحب انه بيوم من الايام انه انا ينذكر اسمي هيك ابتسامه على وجه اي شخص، حتى انتم بكره بس هيك تتذكرون هيك تبتسموا، فبحب اترك ابتسامه اترك اثر كان بجمله كان بكلمه قايلتها بفعاليه بحكايه باي كومنت او اي شيء يعني عاملته بحياتي، انه اترك اثر دائم كان عند جمهوري انستغرام او اي حدا بيعرفني على الواقع. طيب خلينا نحكي كمان اليوم دعم الناس كثير مهم وضروري، اوقات مثل ما بتعرفي في ناس بيقولوا لك مو شرط انا ادعم، خلص انا بدي اروح لمجالي الخاص للدعايات لهي القصص، قد انت بتحسي لا انه انا هذا جزء مهم من مشروعي وكيف بيقدمني قدام الناس وانا لازم حافظ على هذا الجانب بشخصيتي؟ هذا الشيء كثير مهم بصراحه، لانه يعني في مثلا احيانا الناس تبعت لي انه مثلا ممكن مساعده ممكن كذا، فبيصير مساعدات كثير، فبتكون ناس كثير خجلانه انه تحط اسمها او تظهر رقم او اي شيء او عالم ما بتعرف فيها، كثير مهم انه انت تضلي صله وصل. تمام، انا كثير بحب كثير اوقات كثير بحب انه يكون صله وصل، ان كان بخير اكيد، ان كان ينوه على اي موضوع ان كان مثلا مسيء او عم يزعج العالم ان ينوهه او خلي العالم مثلا تعرف عنه، يكون مثلا هيك بده كذا حدث لحتى ينسمع فيه، مثل ما قلت لك خير او شر انا مضطره اني انشره عندي لحتى ينعرف عند العالم اكثر. طيب ديانا، يعني اذا بدنا نقول محصله التجربه، شو الشغلات السيئه وشو الشغلات الايجابيه اللي تركت اثر عندك؟ يعني شو ما بدنا نزعل لانه الشغلات السلبيه حتتعلمي اكيد منها والشغلات الايجابيه حتكبر وتكمل بطريقه حلوه.
هلا الشغلات السلبيه بمجال عملي كانت هيك بس صعبه شوي، انه هيك كان في مفهوم ناس ما تتقبل هي الفكره انه ياخذوها انه هي ما له شغل، شو هذا الشغل انه عم تصور اعلانات وكذا، او ياخذوا فكره انه هي البنت بس بتصور ستوريات ما عندها محتوى، ما عندها شيء تقدمه لنا وما له شيء دائم، هن هيك بهم انه تكون مثلا وظيفه ثابته. فهمت علي كيف؟ هيك خصوصا واجهت هيك عقوبات كثير بما انه انا من الريف، فهيك كان هيك تفهمها شوي صعب لهذا الموضوع هيك. طيب قبل ما نختم معك ديانا، اليوم اكيد كل واحد بلش مشروعه الخاص بيكون عنده شغلات كثير بيتمنى انه يوصل لها، لوين حابه توصل ديانا؟ هلا بصراحه هيدا الشغل انه يوم في اعلان يوم ما في، يوم في كذا يوم ما في، فانه عم فكر اني اعمل شيء خاص لي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله موفق يا رب. بدي اقول لك شكرا على المشوار يلي اجيتيه، هو مشوار بعيد من حمص، تحيه لكل اهلنا بحمص، بدي اتمنى لك مستقبل كثير حلو، نحن مبسوطين فيكي وهذا الاثر الحلو يلي اكيد تركتيه عنا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك، وبنتمنى اكيد التوفيق، ونحن دائما بنحب ندعم كل الشباب اللي بيكون عندهم فكره ومشروع لحتى كمان يدعموا الاخرين. شكرا لوجودك.